عليكم مرحبا بكم بعد عندنا كإعلاميين مشاركة ديالي كابنة المحمدية وكصانعة تقليدية في فن الديكور التحليلي. هذا المعرض اللي كتشوفوا منظم من طرف الغرفة ديال جهة دار بيضاء 16 هنا في مدينة المحمدية بتنسيق مع المديرية الإقليمية لمدينة المحمدية. كاين واحد العدد مهم ديال الصناع من مدينة المحمدية كاين من مدن أخرى، ولكن كنتمنوا ان شاء الله يكون معرض ديال الناس ديال المحمديه وصناع باش يكون كل شيء ان شاء الله عارض المنتوج ديالهم. هذا اول معرض كيتقدم من بعد جائحه كورونا، وهو واحد البادره اللي طيبه من طرف رئيسه الغرفه بمدينه الدار البيضاء، يعني باش داك الصانع التقليدي حتى هو يروج شويه من بعد الجائحه والاضرار ديال الجائحه، راكم كلكم عارفين. واش كاينه شي استراتيجيه او شي خطه جديده كتنهجها الغرفه ديال التجاره والصناعه بمدينه الدار البيضاء؟ كاينه ان شاء الله للحرفيين والصناعيين باش المنتوج ديالهم يلقى واحد الاقبال، واحد التجاره يعني تكون داخل البلد وخارج ارض البلد. كاين ان شاء الله واحد استراتيجيه جديده، كاين غيكونوا تكاوين فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي باش الصانع التقليدي يروج المنتوجات ديالو ويسوقها، هذه بادره مهمه. كاين باديره اخرى اللي الاولى غتكون على الصعيد الوطني، الا وهي معرض خاص بالنساء في مدينه الدار البيضاء، غتكون فيه المراه يعني حاضره كصانعه تقليديه، غيكون ان شاء الله شهر مارس ان شاء الله. لاله خديجه، واش كاين شي دعم لهاد الحرفيين وهاد الصناعيين من طرف الغرفه التجاريه؟ ما كاين حتى شي دعم، الدعم الذاتي والحمد لله. على حساب بالنسبه للبلاصه اللي فيها المعرض، هي مكان استراتيجي لمدينه المحمديه، الحمد لله كاين الاقبال، الزوار من اجناس مختلفه، يعني هاد كيف كتعرفوا شهر 8 كاين السياح، كاين الزوار ديال مدينه المحمديه وكاين حتى خارج مدينه المحمديه. المنتوجات لقات اقبال بطبيعه الحال، على حساب الجوده وعلى حساب الصانع وعلى حساب التواصل، حتى هو كيلعب واحد الدور في البيع وفي شنو تقول لنا الكلمه الاخيره للصناع التقليديين؟ كنشكركم اولا كاعلاميين، كنشكركم بزاف على التغطيه ديالكم اللي درتوا لهذا المعرض. الناس باقي واحد المده في المعرض، يجيو الناس بكل اقبال يوم السبت والحد ومن بعد السبت والحد، غيشوفوا هذا الشيء عندكم في الجريده، ونتمنى ان شاء الله يكونوا مع معارض اخرين باش يشاركوا صناع اخرين ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك.